أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال جل وعلا في سورة آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقول: هل هناك فرق بين معدودة الواردة في البقرة ومعدودات الواردة في آل عمران؟ لا فرق بينهما، المعدودة والمعدودات لا فرق بينهما. قالوا: وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل، الأيام التي عبدوا فيها العجل، يزعمون أن الله لا يعذبهم إلا هذه الأيام فقط. نعم.